انطلقت بالسيارة عصرا متوجها لأحد شواطئ النيل. ركنت السيارة ونزلت منها وتوجهت للركن الذي اعتدت على مقابلتها فيه، وجلست بجانب الشجرة التي نتقابل بجانبها دائما منذ بدأ غرامي بها منذ عدة سنوات. ومضت دقائق الانتظار ثقيلة، وبدأ واضحا أنها ستتأخر اليوم عن موعدنا، وبدأ القلق يساورني. وتساءلت بيني وبين نفسي، هل نسيت غرامنا وقررت تركي، أم أنها تتدلل قليلا؟ وبعد أن كدت أن أيأس من حضورها، فوجئت بها تأتي في أجمل وأبهى صورها، فأجلستها بجانبي وبدأت أتأمل جمالها وبهاءها، فقد حباها الله بجمال نادر قل ما يجود به على أمثالها. وما إن جلست بجانبي واستقرت حتى ألقيت بسنارتي مرة أخرى إلى المياه لأصطاد سمكة أخرى غيرها، آملا أن تكون السمكة الجديدة في نفس جمالها وبهائها.